يا مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم رمضان مع احسان. مثل ما عودناكم دائما بهذا البرنامج عم نكون تقريبا باكثر المناطق بفلسطين، عم نحاول انه نورجيكم فلسطين صح من خلال الطبخ، ولكن منحب نورجيكم فلسطين قديش حلوة. وإن شاء الله يا ربي الله يطعمكم كلكم إنكم تيجوا على بلادكم على فلسطين مثل ما إحنا مستمتعين في هاي البلاد الجميلة المقدسة. على كل حال، أنا مثل ما قلت لكم اليوم من مدينة أريحة، وبرنامجنا برعاية مسلماني هون بيتك حياتك، ومن ورعاية مطعم ليمونة اللي مميز، وعلى فكرة مش دعاية له يعني، بس هو من أنظف المطاعم في أريحة. على كل حال، خليني كترت حكي كتير بعرف أنا، بس ليكو كتير حلو بعد الفطور إنكم تطلعوا وبعد الفطور وتقضوا وقت بأريحة مساء، لأنه فعلا بتكون أريحة مزينة وجميلة، لأنه أريحة بس بالليل، لأنه بالنهار بتكون كتير شوب. يعني ما تنزلوا على أريحة برمضان إلا إذا رايحين على الأردن على الجسر مثلا، أما لأنه بتكون فعلا حتى أهلها بيكونوا تقريبا يعني متخبيين. ما هيك يا أحمد؟ تفضل يا أستاذ أحمد. برحب طبعا بالشيف أحمد النجار. هلا أهلا وسهلا فيك. أنا من أنصار أريحة، بس عن جد يعني أهلا وسهلا فيك. دائما انت خلقان كمان بأريحة؟ اكيد. طيب، عشان هيك شايفينه اسمر يا سمراني. شايفين سماره جذاب كمان. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. واليوم ايش لك تحضر لي سلطه؟ بدنا نحضر لكم سلطه الكالورابي. مع هي اسمها ايش؟ الكالورابي. والله فكرتها حمورابي انا. لا، كالورابي. كالورابي اول مره بسمع اسمها كالورابي. نعم، نوع من انواع الخضره يعني مفيده جدا كثير. ايه؟ طبعا مقدمها مع الحب السوداء اللي هي القزحه. القزحه. حلو. سلطه كثير زاكيه ومفيده بشهر رمضان المبارك. المقادير خلينا نعرف شو هي المقادير. الكالورابي والحب السوداء اللي هي القزحه والملح وزيت الزيتون والليمون، وبنحط لها رشه شويه فلفل اسود. هيك وبارد هيك بتيجي شوي يعني هيك. هلا انت بدي اقول لك يعني انت منك مجوز عزابي؟ نعم صحيح عزابي. طيب يعني معلش لو فيها حشريه، يعني هلا اذا تجوزت يعني ممكن تطبخ لمرتك؟ اكيد، ليش ما تطبخلهاش؟ والله؟ اكيد، اذا بطبخ لنطعم الناس كلها بدناش نطعم المرأة يعني بتدللها؟ اكيد والله انه بصراحه عريس تمام احمد. يعني النايطه اللي ما بتحب تطبخ، هي في عندنا عريس شايف ومسعد يطبخ لها. على فكره بتعرف انه نسوان اليوم او بنات اليوم ما بيعرفوا بالطبخ كثير؟ هو صحيح، يعني الواحد انه كانت الام والست انه كانوا قبل اشطر بكثير، وكانت يعتمدوا على اليوم كله على الاكل. دخلك يعني ليه نايتين بنات اليوم او لك يا احمد؟ يعني انت تتجوز وحده اذا قالت لك ما بعرف اطبخ؟ بطبخ لها انا يعني. يعني بتطنش على الطبيخ؟ اكيد، لا بعلمها اكيد. بتعلمها؟ بعلمها اكيد، الاكل شيء اساسي يعني. يعني تروح من بيتك تعبان من شغلك، عفوا تروح من شغلك تعبان يا احمد، وتيجي على البيت وانت طول نهارك عم تتعب؟ لا اكيد، لازم اول شيء بعلمها، اذا بتعرف لازم اعلمها عشان لما ارجع على البيت تبقى اكيد مجهزة طبخة هيك حلوة هيك يعني. طيب مشاهدينا، ما بدي ضلني أقر كتير وإحكي كتير، خلينا نروح لفاصل وبعدها رح نشوف أحمد كيف بده يعملنا السلطة. مشاهدينا، برنامجنا برعاية مسلماني هون بيتك حياتك ومطعم ليمونة. فاصل وخليكم معي وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا مع الشيف أحمد النجار، ورح يعملنا سلطة ايش اسمها؟ الكالورابي. كالورابي. نعم. كالورابي. والله ما عم بحفظها هاي، انا كل شوي بقول لها سلطة حمورابي. لا، كالورابي. كالورابي بالقزحة السود، الحب السود. نعم صحيح. هاي وين بتنزرع دخلك؟ ما بتعرف؟ لا والله ما بعرف. ما بتعرف. طيب، على كل حال هاي مش مسلوقة ولا شيء. لا لا، بس بنقشرها وبنفرمها. نعم صحيح. اوكي، تفضل. أرجينا كيف؟ بنجيب الحبة هاي تبقى مش مقشرة. ايه؟ بنجيبها. طرية بتبقى. طرية. انا والله عمري ما استعملتها، بس هلا بدي اتعلمها منك.
نعلمك اياها. تعلمني اياها. نعملها زي ما بنشرح البطاطا يعني ما؟ لا بنفرمها. فرمها ناعم؟ مش ناعم ناعم. عيدان او مصفر. عيدان. كيف الشكل اللي بتحبوه؟ ولا طريه هيدي. والله انا بعدني ما مجربتها بس حلو انه نجرب يعني. ما بتحط عليها بنحط عليها بس ثوم؟ لا ما بنحطلهاش ثوم ولا ثوم. ايش قلت لي؟ ملح زيت زيتون ليمون ورشه فلفل اسمر. قلت لي يعني ما فينا نحطها مع سلطات تانية مثلا نفرمها نحطها مع سلطه ولا لا؟ هي طعمتها لازم تبقى لحالها. هي افضل تكون لحالها اكيد. وزاكي كثير كثير مع الحبه السوداء. مع الازحه، والازحه مفيده. نعم صحيح. حلو. وهي اسكى شيء يعني. ومفيده كثير. اوكي حلو حلو. اوكي يا عيني، بدنا يعني على الفطور حلو واحد بالقلب بصحن سلطه جديده. بعدين حلو مشاهدينا واحد يتعلم سلطات جداد. انا بعرف ناس تقليديين بالاكل بس لا، قديش حلو امرار انه نجرب اشياء جديده نستطعم فيها ويمكن نحبها يعني، لانه في ناس فعلا ما بيحبوا يغيروا الاكل اللي بيعرفوه. ايوه طيب. نعم هيك بشكل. مثل ما شفتوا عاملها هيك سلايسز. مشاهدينا شايفين هيك سلايسز رفيعه معملها. اوكي شايفين كيف بدها تكون. اوكي هيك. هلا شو بدك تحط؟ رشه ملح. ايوه رشة ملح. بنحط نجيب الازحة. حلو حلو طبعا بيطلع لونها كثير كثير حلو مع حلو. ما هو الابيض والاسود. نعم صحيح. زي مثلي انا لابسة ابيض واسود. وانت ابيض لابس. يلا حلو. نجيب الليمون. عصير الليمون. حلو. زيت الزيتون. حط كمان زيت الزيتون. بيني اشي مرتب. وقلت لي رشة فلفل اسمر. الله والله شكلها مرتبة هيدي. كمان هيدي لازم نخلطها قبل بخمس دقايق. اكيد بفضلها دائما. أيوة. السلطات دائما بتكون ازكى كثير لما تخلطيها يعني عشان تضلها تقرش وخضرة. صحيح بضلها فرش طازة. مزبوط حلو. يلا هلا زبطها بهالصحن. يا عيني يا عيني يعني انا حلو. هي تعلمت اليوم صحن سلطه وهي اكيد مفيده. كل شيء انواع سلطه مفيده. حلو جميل جميل. الله عليك يا عين يا عين. حلو حلو كثير حلوه. اذا مشاهدينا شفتوا صحن السلطه. ايوه طيب. قلت لي يعني اي سلطه بدنا نسويها فينا نفرمهم بس نحطهم بالبراد بجاط وبنحط عليهم النايلون. نعم صحيح بنقدر. ولما نيجي بدنا عند التقديم قبل بخمس دقائق بنحط عليها، لانه لما بتحط عليها الليمون الزيت الملح هذا طبعا بذبلها. بس لا بنبقى مفرمين، لو فرمناهم انه ما بتذبل المعنى الخضره. نبقى نفرمهم على جنب بس لما قبل موعد الافطار بنحب يعني نتبلهم. بتعرف انا شو بعمل؟ معلش بدي اعطيهم تب للمشاهدين. انا مرتبين هدول عرفتون تبعون رب البندوره. لما بتخلصوا منهم احتفظوا فيهم، فيكم تحطوا الخلطه كلياتها الليمون والزيت والهيدا. شيكت بتخلطوها. تحطوها على الطاوله وقت الهيدا بتحطوها. بنقدر نعمل الملح الليمون الزيت. انا هيك بعمل ولقيتها احلى طريقه كثير. بدل ما ننعجق عند الفطور. صحيح. كل واحد هيك تعبان صراحة مش مصحصح ابدا. الواحد من تعب والصيام. واليوم يعني خصوصا في ريحة مع الجو الحار بكون متعب كثير. هلا اكلتنا الثانية بهيدي شو بدنا يكون؟ اللي هي ضلعة الخروف.
اللي هي ايد الخروف. فخذه منين؟ فخذه الخروف. اذا الوجبه الثانيه راح تكون هي فخذه الخروف مع الخضار مش هيك؟ مع الرز الابيض. مع الرز الابيض. نعم صحيح. هي فيها خضره ولا لحالها؟ لا هي لحالها بتيجي مشويه بالفرن. مشويه بفرن الطابون. نعم. فرن الحطب. اذا مشاهدينا هيك خلص الجزء الاول تبعنا، وخلينا نروح هلا انا وياكم على المهم، على اللحمه اللي بالطابون. ما هيك؟ صحيح. إذن مشاهدينا مثل ما بتعرفوا برنامجنا برعاية مسلماني هون بيتك حياتك ومطعم ليمونة. خلينا نروح لفاصل صغير وبنرجع لكم إن شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا ببرنامجكم رمضان مع إحسان ومع الشيف أحمد النجار، وبالجزء الثاني من البرنامج وانتم ما تعرفوا برنامجنا برعاية مسلماني هون بيتك حياتك ومطعم ليمونة في مدينة القمر في أريحة. إيش محضرنا اليوم المين كورس؟ الأكل الرئيسي اليوم بدنا نعمل ضلعة الخروف. طبعا مع تتبيلتها مع الرز الأبيض واللحم الناعم مع مع البازيلا والجزر، يعني على الوجه بشكل هيك حلو ومرطب. أيوة. يعني هلا هاي الاكله بتزبط للعيد ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. وبتزبط كمان لما يكون عنا عزومه حدا من القرايب وهيك بنعملها. اكيد هي للجمعات وللما للجمعات طبعا بتيجي، يعني ابهج و وانه موجبه. اكل موجبه. نعم صحيح. اللحمه اكل موجبه. اكيد اكيد الله يعين الناس اللي عم ياكلوا لحمه. على كل حال خلينا نبدا. شو المقادير تبعتها؟ زيت الذره. زيت الذره والملح. والبابريكا الحلوه. والثومه. وبهار مشكل، واكيد الفلفل الاسود. وفلفل اسود. اكيد هاي الفلفل الاسود. عندي. طيب خلينا خلينا نبلش. خلينا نبدا. اول اشي بدي اجيب السكينه. شايف شو عمل؟ عم بغزغز الفخده. فينا نعمل الايد او الفخده مشاهدينا. نحط فيها الثوم بيعطيها نكهه. بنغزغزها بنحط فيها الثوم. اكيد. بس اللي بتعرف الفخده لحمه دائما اقسى بالخروف من الايد. هي صحيح. الايد بتاخذ وقت اقل، هي بتاخذ وقت اكثر. بس هي فيها لحمه ممكن. بس فيها واطيب كمان. هي اطيب. اي والله. عاده انا ما بشتري الا الايد، بلاقيها اطرى، يعني بتاخذش وقت اكثر. بس احنا اليوم بدنا نعمل فخده. بس هاي كمان فيها زي ما حكيتي انت اول فيها لحمه. اوكي. اكثر. ولما تتسطوى منيح وتاخذ وقتها وعلى مهلها. يعني اذا كنتوا عازمين ناس على الفطره بدا مشاهدينا بدكم تحطوها قبل بوقت، مش تتذكروا قبل الفطور بساعه وتقهروا اللي جايين يفطروا وينسم بدنهم. ليكو انا مره صارت معي هيك قصه بصراحه زعلت كثير وانسم بدني. فعشان ما تسموا بدن اللي عازمينه لازم تبلشوا فيها وقتها ابكر. ما هيك؟ اكيد. ولا يعني لو بلشنا الساعه 2 الظهر بدها وقت وبدها بعدين. كل ما كانت بقلب الفرن مشاهدينا على مهلها اللحمة بتتسبك أكثر وبتستوي. نعم صحيح. وكمان وزن الفخدة بيلعب دور كمان، يعني إذا كانت 2 كيلو ونص بتاخذ مثلا ساعتين. إذا كانت 3 ساعات. من 3 ساعات. إذا كانت مثلا أكثر. يعني حول وزن دايما. بتعرفوا وزن اللحمة اللي بدكم تعملوها. ليش طيب مش حاطط زيت زيتون؟ زيت الذره بخليها طريه وبعطيها لما يعني. مش زيت الزيتون كمان بنستعمله. زيت الزيتون يعني ما هي خصوصا الفخذ يعني فيها دهن. فيها دهن الخروف. بتيجي دسم كثير. وزيت الزيتون كمان هلا عم بمسجها احمد للفخده. وحلو لو احنا كمان تبلناها قبل بيوم مش هيك؟ اكيد فينا نتبلها قبل بيوم ونحطها بالبراد. تاني يوم بتعطي نكهة. بتكون هيك امتصة اللحمة التتبيلة. اوكي. يعني مثلا مثل هاي الفخدة لكم شخص بيقدروا
هي بتقدر مثلا طعميها ل برمضان ليك ما حدا بياكل كثير اكيد لعشر اشخاص يعني مش تعزموا قبيله عليها يعني يعني احسبوا حساب صح لانه بيكون في فتوش وفي شوربه في شوربه مقبلات وفي مقبلات فيعني الواحد قد ما يكون بالصيام يعني ما مش بعدين الصيام ما يعني اغلب الناس ما بتاكل كثير لانها بتبقى صايمه في بتبقى صايمه والله يعين الجوعانين في كل العالم ان شاء الله يا ربي يفرج علينا وعلى امتنا العربيه يا رب اوكي هيك بتكون ما احلاها جميلة هسا منجيب الله منجيب هلا بدك تجيب السلوفان منجيب السلوفان ايه منحط السلوفان ايوه اوكي حط السلوفان بدك تحطها بصينية ولا بدك تلفها هي اكيد لا بدي اول شيء الفها بعدين بحطها حلوة الطريقة ايه حلو اوكي بدكم تسكروها كتير منيح يعني يعني حطوا عليها اكتر من وحدة اللي ما يضل الا نفس صح؟ نعم صح. ممنوع تتنفس ممنوع ايوه حلو حلو يعني عن جد شيء كتير مرتب ايوه حلو شايفين قديش لفة بالألمنيوم مشاهدينا لفة كتير حتى ما يضل فيها حلو طيب هلا هيك طيب منجيب اوكي منجيب هسه الصينية الصينية هاي منجيب ايوه بنحطها وبنحط الفخدة ايوه نثنيها طبعا دخلك يعني انا مره استعملت الكياس تاعول التركي الكبار عرفتهم اللي مثل السيليكون هذول الكياس تاع الدجاج حراريه يا قاس كبير بس الالومنيوم اضبط وبحفظ الحراره جوا الفخده وبعطيها يعني استوى اكثر من الكيس الحراري نعم صحيح. ماشي اوكي طيب هسه بنجيب ميه اوكي اذا بدكم بتحطوا اعشاب فيكم تحطوا روزماري في بتقدر تحطي كمان ترفعي مثلا الفخدة مثلا على على حبات بطاطا على عشان ما تطلع اوكي جزر بطاطا اكيد بصل يعني اذا بدك ايش حبة خضرة بتقدر تحطي نعم صحيح ايش بدك على الفخدة بتقدر طيب. تحطي هلا هي وزنها قديش اسم الله 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص بنحطها بالفرن بدنا نحطها بدها طيب هلا بتحطش اشي لا ملح ولا شيء بالمي ولا شيء لا خلص عشان عشان ما تنحرق تضل بس طبعا وانا وهي بالفرن بظن افقد ميتها يعني انه كل ما قبل ما تخلص ميتها اني بعاود بضيف لها مي عشان تضل نعم عشان معناته مشاهدينا بدكم تضلكم تفقدوا المي احسن تنشف وتتحرق نعم صح تنحرق يعني كل شوي حطوا شويه مي صحيح. اوكي طيب هسه هي هيك جاهزه بدي افتحها حطها بالفرن حطها بالفرن اوكي الحطب فرن الحطب مثل ما انتم شايفين هون يا عيني مولع الفرن بدها من ساعتين ونص حسب احنا قلنا حسب ال ايه بعدين لازم يكون الفرن حامي يعني كثير درجة مش حرارة بارد بده من درجة الحرارة من 250 ل 300 ايه من 250 درجة حرارة الفرن ل 300 300 لازم يكون حامي 350 لازم يكون كثير حامي مشاهدينا اكيد الفرن هسا احنا حطيناها بدنا نتركها يعني ابو من ساعتين ونص لثلاثة اوكي حسب احنا طيب. بس لازم نضلنا نفقد ميتها عشان ما تنشفش حلو حلوة تعليماتك يا شيف الله طيب قلت لي ايش بدك تعمل جنبه ولا هو خلص بنقدم رز احنا اللي عاملينه بدنا نقدم يعني بس تستوي وتجهز بدنا نقدم لها رز ابيض مع تتبيلته اللي هي اللحم الناعم مع البازيلا والجزر اوكي اذا مشاهدينا خلينا نروح قبل ما نروح لفاصل ما انتم عارفين برنامجنا برعاية مطعم ليمونة ومسلماني هون بيتك حياتك مشاهدينا خلينا نروح لفاصل وراجعين أه
رجعنا لكم مشاهدينا بالفصل الأخير من البرنامج، وهلأ رح نشوف البرزنتيشن تبع الأكل، تقديمه مع الشيف أحمد النجار. إيش يا أحمد؟ أظن استوت أكيد بعد استوت؟ نعم طيب. بعد ساعتين ونص، ساعتين ونص ثلاث ساعات، هي ساعتين ونص وفيهم هن يفحصوا يعني. أكيد ولا أوكي. طب خليني أجي لعندك لنشوف كيف بدنا نرتب. يلا أول إشي بدي أطلع نطلع الصينية من الفرن. وأكيد تنهنهت الفخدة. أكيد يامي يا ويلي يا عين. طبعا مثل ما قلنا هي ضايل فيها مي، دايما فقدوا انه يكون فيها مي. حلو. ايوه جات التقديم. اوكي ايه طبعا احنا بنبقى محضرين ال الرز. ايوه الرز الابيض، بتفلفلوا الرز العادي الابيض، وهو وعامل له هو تتبيله اللحمه والبازيلا والجزر. ايه هاي التتبيله بيعملها بحطها على وجهه بس بعد ما بعد يحط الفخده. يا عيني. ايوه حلو حلو والله، صوصي طالعة. بس مستويه منيح يعني ما شاء الله. يا يا عين يا عين يا عين، بصراحه دمار شامل يما، ما اطيبها عن جد، ريحتها فحت. ها احمد. واو واو. ايوه نشيل حتى العظم يعني، حتى العظم كيف تعرفوا اللحمه استوت؟ لما تمسكوا العظمه تنزح عنها. اكيد اكيد صح. وهلا بدنا بدك تحط هيدا شو اسمه، معك معلقة عشان تحط ال لا بحط ايدي. يلا بحط ال حلو يا عيني. ايوه حلو، شايفين كيف بتزينوها؟ يا عين يا عيني يا عيني، مكسرات. واو. طبعا بتاكل جنبها لبن طبعا ومنزلين وفيها يعني شوف الزينة كيف عامل. حلو حلو، انتو كيف بدكن تزينوا. الله الله الله، شو هيدا يا احمد؟ نيالة بدها تتجوزك هيك بدك تطبخ لها شو اسمه؟ اكيد ولك بتدخل بعدين، بتدخل بتصير قد الفيلة اذا بدك تعمل لها اكل مثل هاد. والسلطة طبعا اللي عملناها، وسلطة الكالورابي ايوه خلينا نقربها هون. السلطة اشي اشي كتير بجنن، كتير كتير طيبة. والسلطة اللي قلت لكم عنها اشي الكالمبري كالورابي كالورابي مع ال كالورابي رح اضل اقول حمورابي مش كاينة احفظها. كالورابي ومع الهدا، وبعدين فيكم تحطوا اللبن مشاهدينا، وبعدين بتعملوها عزومة حلوة لأربع خمس أشخاص. نعم صحيح. ايه وإذا بتجيبوا ناس هيك عاملين رجيم بتوفروا أكتر بتزبط أكتر بالطعمة أكتر. حكي الحال، شكرا لك شيف أحمد. صح صح. شكرا لك، غلبناك اليوم. ومثل ما بتعرفوا برنامجنا برعاية مطعم ليمونة ومسلماني هون بيتك حياتك، وإن شاء الله يكون إفطارا شهيا وصياما مقبولا. يلا بشوفكم بكرة، إلى اللقاء.